الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هعمل معاكم الفراخ المقرمشة دي، وهعمل صينية كوسة بالبشاميل. انا عندي هنا مقطعة الكوسة زي ما انت شايفة كده، وكنت مجهزة البشاميل، وكانت عندي اللحمة متعصجة. بصراحة كنت محتارة اعمل اكل ايه، قلت بدام عندي نص كيلو كوسة يعني اقوم بالواجب. انا دلوقتي حطيت البشاميل تحت، وابتديت ان انا ارص الكوسة عليه، وبعد كده قمت حاطة اللحمة المتعصجة عندي، ورصيت باقي الكوسة عندي فوق كده على الوش، وبعد كده بقى حطيت البشاميل على الوش، وادي كده برجعها شوية وبمسحها كده. خلاص خلصت صينية الكوسة بالبشاميل، وهدخلها الفرن. هنا بقى انا عندي الدبابيس دي، سلقتها 3/4 سلقه كده. دي هتطلع فراخ مقرمشه كده، تمام، وخليتها من الجلد بعد ما اتسلقت، يعني هي كده واخده 3/4 سلقه، بسيبها تبرد، وبعد كده بقوم ايه شايله الجلد من عليها، وبجيب بولتين، بحط في كل بوله بحط فيها حوالي 1.5 كوباية كده، ماشي. وعندي بقى هنا التوابل بتاعتي، بحط معلقتين كركم او 3 لو صغيرة، معلقتين كبار، انا هقول لكم بالمعيار الكبير، انا بس عشان عندي علبة التوابل مش داخلة فيها المعلقة الكبيرة، تمام. وهنا انا بحط برضو معلقتين كبار بابريكا، وبحط توم باودر وبصل باودر، تمام اهو، وبحط ملح وفلفل اسود، خلاص. وببتدي ان انا ايه اقلب التوابل بتاعتي دي زي ما انت شايفة، وهجيب بقى البولتين اللي فيهم الدقيق، هقسم التوابل بتاعتي على البولتين اهو، بحط نصهم هنا والنص التاني بحطه على الدقيق اللي في البولة التانية، وبقلبهم مع بعض كويس قوي، تمام، زي ما انتي شايفة كده اهو. عايزة اقولك الاكل والله يعني كان سريع، واتعمل بسرعة، اصلا ما كنتش عارفة اعمل اكل ايه، ولما لقيت الحاجات دي طلعتها وعملتها، تمام. بقلبهم مع بعض كويس علشان في واحدة تانية هحط لها شوية اضافات. خلاص حطيت بقى بولة منهم على جنب، جبت بقى واحدة حطيت فيها 3 معالق نشا، تمام، و3 معالق بقسماط، ومعلقتين بيكنج باودر، وبقلبهم مع بعض كويس قوي، ماشي. ادي البيكنج باودر، وبقلبهم مع بعض كويس كده، عشان دي بقى انا هركنها على جنب، دي اللي انا هقلي منها اهو. جبت بقى اللي هي من غير الاضافات التانية دي، هبتدي ان انا ازودها مية، حبة بحبة كده. هنا انا رشيت عليها شوية ملح تاني، وبضربها جامد لحد ما ايه ما الاقي القوام بتاعها بقى ايه بقى عامل زي ولا هو خفيف ولا هو تقيل، بصي يعني عامل زي الكريمة كده، بصي بقى عامل ازاي. بس كده خلاص انا كده تمام. انا هنا حطيت يعني معلقة شطة صغيرة، هي ما عملتش فرق خالص، بس انا كنت حباها يعني تبقى سبايسي، بس ما هما ما بيحبوش الحاجه حاميه عندي في البيت. فهبتدي بقى ان انا انقع الفراخ في قلب التتبيله بتاعتي دي زي ما انت شايفه كده اهو. بس انا ما سبتهاش، تمام، وما بحبش طبقه القرمشه تبقى كبيره، يعني لان دي فراخ مسلوقه، انا مش عامله كريسبي ولا حاجه، فمش عامله ستريبس،
فما كنتش حابة ان ال ان ال ان الدبابيس بتاعتي تبقى مقرمشة قوي، فانا بيدوب بحطها في التتبيلة وبعد كده بحطها في الدقيق. لو انتي حابة ان هي تطلع مقرمشة وطبقة كبيرة من القرمشة، انت ممكن تعملي الخطوة دي مرتين، يعني تعمليها مرتين ورا بعض، تمام؟ بس انا عملتها مرة واحدة لان انا كنت عايزاها خفيفة زي ما انت شايفة كده، اهو بطلعها بحطها هنا. انت حاولي تسيبيها برضو في التتبيلة شوية، انا ما كانش عندي وقت صراحة ان انا اسيبها عشان تشرب منها. هنا بقى انا حاطة زيت عندي على النار، هبتدي ان انا انزل بيه بالدبابيس بتاعتي زي ما انتي شايفيني كده اهو، وهبتدي بقى ان انا اقلبها. طبعا انا حاطة الكوسة بالبشاميل في قلب الفرن، وادي الدبابيس بتاعتي بتتحمر، ف يعني انجزت كده وخدت الشوربه اللي انا سلقت فيها الدبابيس. كان عندي ملوخيه فريزين عملتها، وعملت عليها لسان عصفور شوربه كده، واليوم اتقضى وكان يوم حلو يعني، الحمد لله تم على خير. ما كنتش عارفه اجيب ايه، والجو برد وما كانش ينفع ان انا انزل، وحتى الدليفري كلهم النهارده ما حدش فيهم اشتغل اهو كده. بقى انا طلعت الدبابيس بتاعتي، وادي الكوسه بالبشاميل اللي جاهزت، وادي الملوخيه واللي سلع عصفور. ويا رب يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك ما تنسينيش في اللايك والشير، واشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد من مطبخ نور، ودايما اشوفكم على خير، وان شاء الله في فيديو جديد.